بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة وتحديات هذا الشوط، شوطنا السابع، وهو الشوط الخاص بالحجايج البكار. نتمنى التوفيق للجميع. تنطلق هذه الأسامي باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية في هذا المهرجان، جائزة زايد الكبرى على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، والشامية الشامية اللي شامت وانطلقت واندفعت بناموس هذا الشوط لصالح بن يابر بن صالح العامري، مقدما لتحديات الشامية. تليها مع المركز الثاني تاتي ذوق، مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يقدم ذوق مع المركز الثاني. ثالث المراكز من الجانب الاخر، من الجانب الاخر التسلل في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا. نتابع المركز الرابع، الأسامي القادمة، التحديات في هذه اللحظات لمتعبة، لراشد بن مقبل بن مرزوق العجمي. ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس، مع المركز الخامس تصل تتقدم تنطلق وصفة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز السادس وصول وتقدم وانطلاق وتحديات مع الظبي لخلفان بن أحمد بن خميس الهاملي، مقدما لانطلاقة الظبي مع المركز السادس. المركز السابع تابع في هذه اللحظات رواندا لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، وثامن الانطلاقات، ثامن التحديات، وصول مع الكايدة لمعيوب بن حمد بن متعب العامري يقدم الكايدة مع المركز الثامن. المركز التاسع تصل تتقدم مريبة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. وعلى مستوى المركز العاشر وصول مع المتحدة بأول ندى منصور بن رملي بن محمد العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى، أول تحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع تحديات هذا الشوط، والشامية اللي شايمة، اللي منطلقة، اللي مندفعة بناموس هذا الشوط. صالح بن يابر وصالح العامري مقدما لهذا الاسم. أهالي العين، أهالي الخالدية هم الأقرب لناموس هذا الشوط. وذوق مع المركز الثاني، مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. ثالث الانطلاقات ياتي شعار راشد بن سعيد بن علي الزرعي يقدم روندا في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. المركز الرابع وصفه لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات ريمة لعبد الله بالطوير بالمر العامري، ولكن وصلت الأسامي، وصلت الشعارات مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المثير. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع البداية الشامية اللي شامت بناموس هذا الشوط. صالح بن يابر بن صالح العامري يحكم القبضة على الصدارة والمقدمة، ولكن روندا القادمة في هذه اللحظات لراشد بن سعيد بن علي الزرعي. اللحظات الأخيرة، الهجوم مع هذا الانطلاق، ولكن روندا تتسلل تتقدم تنطلق بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي السلطنة بشعار راشد بن سعيد بن علي الزرعي، مقدما لهذا الاسم. باعدت المسافة في اللحظات الأخيرة.
الخير ما شاء الله، أداء متميز، عروض مثيرة تقدمها في اللحظات الأخيرة. سلام للسلطنة، سلام، تهانينا لراشد بن سعيد بن علي الزرعي على فوز روندا بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه الشامية لصالح بن يابر بن صالح العامري، المركز الثالث الظبي لمحفوظ بن خميس الينيبي، المركز الرابع تنطلق لوق لمسلم بن حمد بن حنيز الحلسوسي، المركز الخامس التماس لعلي بن يابر بن حمد بن مصرح الأحبابي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة. شوط حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن روندا من انتزعت ناموسي هذا الشوط بشعار راشد بن سعيد بن علي الزرعي لتهدي السلامات لأهالي السلطنة وأهالي جعلان أيضاً من انطلقوا في تحديات هذا الانطلاق المتميز. التوقيت الزمني 5 دقائق بالتأكيد لحظات الوصول إلى خط النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 دقائق ثانية واحدة 8 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لراشد بن سعيد بن علي الزرعي على هذا الفوز، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني 6 دقائق 7 أجزاء من الثانية هو توقيت الشامية. تهانينا لصالح بن يابر بن صالح العامري واللي وصلت مع المركز الثالث بشعار محفوظ بن خميس الينيبي 6 دقائق 8 أجزاء من الثانية اللي هي الظبي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام.